من الناحية الطبية أنا ما بفهمش، فلازم أجيب حد ذو خبرة ويقدر يتكلم معانا في هذا الأمر، مش أنا هسمع من واحد من أكبر وأهم دكاترة مصر في العيون، دكتور أحمد برادة أستاذ الطب وجراحة العيون جامعة الأزهر. أستاذ أحمد إزي حضرتك يا دكتور؟ أهلا بيك وأهلا بجميع المشاهدين، أنا سعداء إن احنا نكون معاكم النهاردة، ونرجو إن احنا نقدر إن احنا نتكلم في الموضوع الساعة اللي هو الموضوع بتاع الماتش بتاع مصر والسنغال اللي هو شفناه أول امبارح. طيب احنا دكتور دلوقتي امبارح شفنا لقطات، اعتقد يعني حضرتك اكيد اتفرجت على اللي حصل امبارح والليزر اللي كان مسلط على اعين اللاعبين اثناء المباراه. يعني انا من الناحيه التقنيه انا اتكلمت مع الجمهور دلوقتي ووريتهم ايه اللي بيحصل، ما اعرفش بقى من الناحيه الطبيه هل الليزر ده بيبقى مؤثر؟ طبعا انت هقول لحضرتك على حاجه صغيره كده. اتفضل يا فندم. يعني المشاهدين ممكن ان هم يسمعوا معانا الاراء بتاعت الليزر ده. الليزر ده عباره عن الليزر ده بيبقى شعاع مميز، واخد بالك، عن الشعاع اللي احنا بنشوفه اللي هو بتاع اللمبه العاديه ده، هو بان هو الاشعه بتاعته بتبقى متوجهه وتستطيع انها تكشف مسافات طويله جدا، واخد بالك، من غير ما انها تتاثر سرعتها باي شكل او باخر. نعم. فمن هنا تتميز بها الاشعه الليزر عن اي اشعه موجوده فيه. والاشعاعات الليزر اللي هي اللي موجوده بتنقسم الى كذا درجه. نعم. الدرجه اللي احنا بنستخدمها في الطب هي كلاس A اللي هي الاولانيه. الدرجه اللي بيستخدموها في المدرجات هي كلاس 3. بس اللي هي نمره 3 دي. ايوه. الضرر بتاعها لو هذه الاشعه، واخد بالك، تمركزت على مركز الاتصال بتاع العين اللي هو اللي موجود في الشبكيه ممكن ان هو إيه. لكن انا شايف الناحيه الثانيه اللي احنا عايزين ان احنا نفهمها كويس، النور اللي هو بيجي على عين اللاعب اللي هو جاي يخش يشوط اللي هو الموجود ده، المفروض ان هو يبقى مركز، اللي هو المفروض ان هو يبقى بتنشن، واخد باله، واخد بالك، عايز ان هو يدخل الكوره داخل الجون. انت النهارده بتخليه يفقد اهم عنصر موجود عنده اللي هو التركيز. انك انت تسلط هذه الاشعاع على عينه، واخد بالك، زي ما انت شفنا الصوره اللي احنا شفناها كلنا ومحمد صلاح قبل ما يشوط الجون على كميه الاضاءه اللي هي نازله على عينه، لدرجه ان هو مغمض عينيه عشان يقدر يركز. نعم. عكس انك انت المفروض انك انت تفتح عينيك عشان تركز. نعم. مش انك انت تغمض عينيك عشان تركز. طب يا دكتور سؤال واضح، هل من الممكن ان يؤثر او الصوره اللي قدامنا دي بتاعت محمد تحديدا محمد صلاح، لان الصوره اللي انتشرت عالميا محمد صلاح، الصوره دي بالنسبه له هل تؤثر بشكل سلبي على تركيزه وعلى رؤيته للمرمى؟ انا بقول لحضرتك انا متاكد 100% من هذا الكلام، يعني لان نعم. انا راجل يعني بشتغل في موضوع الليزر ده بقالي اكثر من 30 سنه. نعم. فاهم يعني ايه ليزر، وفاهم يعني ايه تسلط اشعه الليزر على عين الانسان والاضرار اللي هي ممكن تحصل فيها، بدون شك انها بتفقد التركيز بتاع محمد صلاح وخلافه. يعني الوضع ده بيخلينا ان احنا عندنا ملف ممكن ان احنا نقدمه الى الفيفا والى الفرع الطبي في الفيفا، بحيث ان هم يبتوا في هذا الموضوع. وحضرتك شايف ان البت هيكون في صالح مصر بعيدا عن ان المباراه تتعاد ولا ما تتعادش، انا بتكلم من الناحيه الطبيه. يعني لما هي عشان تخش حضرتك وتفتح الملف ده لازم يبقى عندك اسباب. شايف ان السبب اللي هو بتاع الليزر ده هو يديلك ارضيه واسعه انك انت تستطيع انك انت تكسب هذا الملف في صالح. أنا بشكرك جدا يا دكتور أحمد على وجودك معانا، الدكتور أحمد برادة أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة الأزهر. زي ما حضراتكم شايفين أنا ولا بتكلم ولا بقول أي حاجة، أنا أقدر أتكلم، أقدر أوري حضرتك إيه اللي بيحصل مرة تانية، أهو اتفضل أهو، بس أنا بس بوري حضراتكم ليه، بس عشان تبقوا حضراتكم شايفين إيه اللي بيحصل. أنا آسف جدا إن أنا بعمل كده كل شوية، ولكن أنا بوري حضراتكم إيه اللي كان بيحصل إمبارح.